هذه الفريق من أجل أن تزف هذا الفريق إلى دوري المحترفين من جديد. البطل الذي يرفع درع بطولة سيدي كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الذهب يذهب لأبناء الرس، الذهب يذهب لحزم الصمود من أمام صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خالد البركة. ياخذ الكأس ويرفعها بحماس وبامتياز، نقولها ألف 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 مبروك وعودة حميدة لحزم الصمود. ألف مليون مبروك لأبناء الرس، لجماهيره، لإدارته، لمحبيه وللاعبيه ولكل من وقف خلف هذا الفريق. هكذا هو المنظر، هكذا هو المشهد، هكذا هي الفرحة الكبرى التي تزف فريق الحزم إلى بطولة ودوري المحترفين. الفريق الحزماوي يعانق الذهب ويعانق المجد من جديد من خلال هذه البطولة، من خلال هذا المشوار الجميل. يستحقونها بجدارة بالأرقام القياسية اللي سجلها حزم الصمود. ألف مليون تريليون مبروك، نقولها لأبناء الرس، نقولها للفريق الحزماوي بعد مشوار طويل وشاق. الآن هنا الدرع يحضر من أجل أن يذهب كل ذلك التعب. يا محمد يا دحمان تستاهلها، تستاهلها يا فنان، تستاهلها يا فنان. إنه الرجل الذهبي، إنه الرجل الاستثنائي، إنه الرجل الذي حطم الأرقام القياسية، إنهم الأبطال هنا.